اسال حاتم دلوقتي برضو، انا جاي مع حاتم النهارده في الحاجات الحلوه يعني. هو صحيح مصر ممكن تنظم كاس العالم للشباب 2025؟ والله بالظبط يعني، وانت عارف ان في توجه كده ان احنا عايزين نستضيف في مصر بطولات كبيره يعني. صح. احنا شبعنا افريقيا بقى و2019 ويعني، فالتوجه دلوقتي ان احنا نستضيف بطولات كبيره عالميه. انت عارف ان في توجه ان احنا نستضيف اولمبياد 2036، بس دي محتاجه شغل كتير ولسه محتاجه وقت. لكن حاليا اتحاد الكره بيفكر جديا ان هو يستضيف مونديال الشباب 2025، وده ان شاء الله برضو يكون منتخب 2005 ومنتخب الشباب يعني، ان شاء الله يكون في نصيب في التاهل يعني. وبالتالي يعني دي حاجه يعني ان شاء الله باذن الله احنا شغالين عليها، والموضوع محتاج موافقات من الدوله المصريه ومن وزير الشباب والرياضه وكده، وده اتحاد الكره شغال عليه حاليا. فان شاء الله باذن الله يعني اتوقع ان اتحاد الكره بصدد ان شاء الله ان هو يتقدم طلب رسمي لاستضافه مونديال 2025 باذن الله. مفاجاه حلوه دي ان شاء الله تحصل باذن الله.